قرر الفنان محمود حميدة الإقامة بشكل دائم في فندق قريب من الاستوديو الذي يصور فيه مسلسله الجديد ميراث الريح، ليتجنب مشاكل الكثافة المرورية التي يعاني منها يوميا أثناء ذهابه أو عودته من الاستوديو، خاصة وأنه معروف بالتزامه وعدم تأخيره عن مواعيد التصوير. يجسد محمود في العمل شخصية رجل أعمال قرر الزواج من فتاة فقيرة فيقف ضده أبنائه. يشارك في بطولة المسلسل سمية الخشاب وعفاف شعيب وبسام رجب، وهو من تأليف مصطفى محرم ومن إخراج يوسف شرف الدين ومن إنتاج محمد فوزي. دي عبقرية، العب. العبقرية دي زي كرة الاسكواش كده، بين اتنين لعيبة جامدين واحد فيهم يبعت الكرة والتاني يروح. وانا طبعا بيصد ده عشان بس متفقين. بس العبقرية في حالتك انت مختلفة، انت مش بتلعب واحد تاني، انت في اتنين جواك بيلعبوا بعض، فلازم انت اللي تقرر وتشوف عاوز مين فيهم يكسب ويكسب بيه. خد دي